خلينا نروح لموضوع اخر. هي انه امبارح كان في اول اجتماع لمجلس امناء استثمار اموال التامين الاجتماعي، وتم صدور قرار بانشاء صندوق لاستثمار اموال الهيئه بفكر ورؤيه اقتصاديه. طبعا بكل تاكيد ده هيعود بالنفع المباشر على اصحاب المعاشات. خلينا نفهم تفاصيل اكتر من اللي هو جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي. صباح الخير يا فندم، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير استاذ نمانة، صباح الخير استاذ محمد، صباح النور عليكم وعلى حضرتك المشاهدين الكرام. اهلا بيك يا فندم. يعني اعتقد انه يعني المعاشات كده يا فندم ابتدت، وهيئه العامه كمان للتامين الاجتماعي، اعتقد كده احنا بنروح لبعد اخر وبعد مهم جدا. خلينا نعرف من حضرتك يا فندم ايه الدور اللي هيقوم بيه صندوق استثمار اموال الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي، لان ممكن الناس تسمع انه ايه اللي هيحصل فيه فلوس المعاشات بتاعتنا، وده طبعا قطاع كبير جدا من الناس. هو الحقيقه كان يعني اتاخد كذا اجراء وخطوه ناحيه اصلاح نظام التامينات الاجتماعيه في مصر. حضرتك لو بصينا في دول العالم حوالينا نلاقي ان صناديق المعاشات هي من اكبر المستثمرين في الدول اللي هي موجوده فيها، بحكم ان التامينات بيبقى عندها فلوس كتير مطلوب استثمارها بشكل آمن، تحقق معدل عائد كبير بما يعود بالنفع زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان المال ده هو ملك اصحاب المعاشات وملك مؤمن عليهم. فاي عائد يحقق على هذه الاموال هو حق لاصحاب هذا المال، بالتالي بينعكس على قيم المعاشات سواء للمؤمن عليه اللي لسه في سن العمل دلوقتي لما يجي يخرج نضمن له معاش كريم قريب من اخر مرتب كان بياخده، او اللي موجود بالفعل في المعاش وبنزود معاشه كل سنه في شهر يوليو، وكل سنه بنزود معاشه، فممكن الزياده بدل ما تبقى 10% ممكن تبقى 11 تبقى 12، فكل ما حققت عائد استثمار كبير وآمن ده هيعود بالنفع على كل الأطراف اللي متعاملة مع منظومة التأمينات. ده عظيم. طيب احنا كده بنستثمر الفلوس عشان زي ما حضرتك قلت ووضحت المعاشات تزيد، طيب ازاي بنبقى حريصين على التنوع في المحفظة الاستثمارية؟ يعني ننوع الاستثمارات ده لضمان حاجتين، لضمان الاستمرارية وضمان الحد من مخاطر الخسائر كمان. مظبوط مظبوط، وده الدور الاساسي للصندوق او لمجلس امناء الصندوق. طبعا بنتوجه بالشكر لدوله رئيس الوزراء على اصدار قرار التشكيل مجلس امناء صندوق الاستثمار في بدايه الشهر 2 اللي احنا فيه ده، من حوالي اسبوعين صدر القرار. حصل اول اجتماع لمجلس صندوق مجلس امناء صندوق الاستثمار، اول لقاء حصل كان امبارح. استعرضنا اموال التامينات الاجتماعيه، المبلغ قد ايه اللي موجود في حوزه الهيئه، بيقترب من 470 مليار جنيه. القانون علشان يضمن الجزئيه اللي حضرتك اتفضلت فيها كاستثمار امن، الزم الهيئه بانها تستثمر 75% من هذه الاموال في سندات ورسوم الخزانه، على اعتبار انها بتحقق اعلى عائد موجود في السوق وبزيرو مخاطره، انت بتسلف الخزانه بضمان الدوله يعني. ال 25% الباقيه هي دي بقى اللي هيقوم مجلس امناء الاستثمار بوضع السياسات الاستثمارية للصندوق خلال الفترة اللي جاية، ونتعشم إن شاء الله أن صندوق استثمار أموال التأمينات يكون ذراع قوي وإضافة قوية للاقتصاد المصري، ونطرق أبواب استثمار لم يسبق أن حد دخلها قبل كده أو أن التأمينات ما دخلتش فيها قبل كده. لذلك جه قرار التشكيل، لو حضرتك رجعت الاسماء اللي موجود فيها هتلاقي في خبراء
سياسات نقديه زي الاستاذ رامي ابو النجا نائب محافظ البنك المركزي، سياسات ماليه الاستاذ احمد فوجة نائب وزير الماليه، اسماء الحقيقه وقامات بتشتغل في الموضوع ده واخداه على عاتقه، وان شاء الله نوصل لنظام التامينات الاجتماعيه يبقى زينا زي كل الدول المتقدمه، وان اموال التامينات تخش في جميع اوجه الاستثمار المتوقع خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب سياده اللي هو الحقيقه حضرتك اتكلمت عن واحده من اهم الضمانات طبعا الحفاظ على اموال التامينات من خلال هذا الاستثمار، حضرتك اتكلمت انه هيكون في استثمار بنسبه 75% من اموال المعاشات في اذون وسندات الخزانه العامه، لكن يا فندم ايه الضمانات الاخرى كمان؟ تنوع الاستثمار ازاي بنرسم السياسه الاستثماريه، طبعا لا تضع البيض كله في سله واحده. عندنا مجالات استثمار متعدده، في مجال زي الاستثمار العقاري ممكن التامينات تدخل فيه، الاوراق الماليه، الشركات الدوله قررت تطرحها في المنصه، شركات ممكن الدوله تحاربها. طبعا بتلغي ميزانيتها، وبنشوف راي الخبراء في الشركات دي، وممكن نخش نساهم في جزء من هذه الشركات او بنوك لو في بنوك تطرح. يعني مفيش اما ثلاث استثمار الفرصه طبعا. سياده اللواء بس استاذنك لو تقف في مكان فيه شبكه لانه الصوت بيقطع شويه. حضرتك سمعت كده؟ اتفضل. تنوع محفظه ما بين الاستثمار العقاري والاستثمار مجالات صناعيه، الاستثمار في الاوراق الماليه، الاسهم اللي موجوده في البورصه، الشركات اللي ممكن الدوله قررت انها تطرح جزء منها في البورصه. مفيش ما يمنع ان التامينات تخش وتشارك في جزء من راس مال هذه الشركات، وبالفعل احنا اكتسبنا في شركه اي فاينانس لما طرحت في البورصه في الفتره الاخيره. فتنوع الاستثمارات يقلل من درجه المخاطر. عظيم. زائد وجود القامات وخبراء الاستثمار على رأس القائمين بالعمل، ده بيدي لحد كبير ضمانة ان حتى لو قطاع صغير حصل فيه دروب، لا انت منوع المحفظة بتاعتك، فخسرت شوية هنا لكن بتعوضهم في مكان اخر. طبعا يا ست اللي هو اللي يهم اصحاب المعاشات دلوقتي، كل الكلام ده جميل، لكن اللي يهم اصحاب المعاشات هي الزيادة. أيوة. الزيادة السنوية اللي احنا متعودين عليها بنسبة احنا متعودين عليها، الوضع هيكون مختلف. ان شاء الله احنا في بننهي دلوقتي مراحل الدراسه بتاعت نسبه زياده المعاشات هتبقى كام. طبقا للقانون هو المفروض على نهايه شهر 3 نكون وصلنا الى تصور بهذه النسبه، وبنعرضها على دوله رئيس الوزراء، وثم تعرض على فخامه رئيس الجمهوريه لاقرار النسبه. بنحدد كل الامكانيات اللي موجوده تحت ايد الهيئه، نقول احنا اقصى زياده ممكن نتحملها السنه دي قد كده، وان شاء الله يعني على نص الشهر اللي جاي كده تكون اتضحت الملامح بتاعه الزياده ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر سياده اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي، بنشكرك يا فندم.